صباح الخير. هنبدأ نتكلم النهارده على موضوعين مهمين اللي هم الليفر ديس اوردر الكومن، وهنتكلم كمان بعد كده على الجي اي تي موتيليتي ديس اوردر اللي هم الكونستيبيشن والدايري. تعالوا نبدأ الأول، موضوع مهم قوي هو الهيباتيك ديس اوردر. طبعا هنتكلم على حاجات الكومن. طبعا نتيجه زي ما انتم عارفين اكيد سمعتوا في الباثولوجي ان فكره السيروزس دي حاجه موجوده ومنتشره لاسباب كتيره عندنا، والسيروزس ده من ضمن الكومبليكيشن بتاع السيروزس بيبقى في عندنا ان هو الاسوفجيال فاريسيز. دي من الحاجات الكومن قوي اللي بنشوفها، عيان جاي باسوفجيال فاريس، والعيان ده خلينا فاكرين ان هو بيبقى عنده درجه من درجات السيروز. فهنا احنا بنواجهنا غالبا في العيان ده مشكلتين اساسيين. نمره واحد اللي هو البليدنج اسوفجيال فاريس، دي من الحاجات اللي بنشوفها. والحاجه الثانيه اللي غالبا نتيجه البليدنج اوف اسوفجيال فاريسز ده العيان بيخش في ريسك انه يبقى يخش في حاجه اسمها هيباتيك انسيفالوباسي او اللي هي الهيباتيك كوما. ولان طبعا الهيباتيك كوما ليها اسباب ثانيه هنتكلم عليها واحنا ماشيين. تعالوا نمسك اول حاجه، العيان اللي جاي لي عنده اسوفجيال فاريسز. ده هنعالجه ازاي؟ دي اول حاجه. خلينا نفرق بين حاجتين، العيان اللي جاي اكيوت بليدنج جاي بنزيف حاد من الاسوفجيال فاريسز، او العيان اللي انا عالجته وهبدا بعد كده هتعامل معاه علشان ما يجيلوش اتاك تاني. أول حاجة العيان اللي جاي، طبعًا دلوقتي بقى من ضمن أشهر طرق علاج، طبعًا مش فارماكولوجي، بقى فيه دلوقتي اللي هو اسمها السكليروثيرابي اللي هو الحقن، دي طبعًا من حاجات كل العمليات القديمة اللي كانت نسمع عنها الهيباتيك شنط، كل ده خلاص ما بقاش يتعمل، لأن دي حاجة طبعًا كانت نتائجها سيئة جدًا فخلاص. فهو اللي عندنا السكليروثيرابي اللي هو الحقن ده اللي انا بحقن بعمل زي تصلب في البلاد فيسلز دي، او من ضمن طرق العلاج ستيل في بعض الفارماكولوجيكال ثيرابي اللي ممكن ينفع في الاكيوت بي. نمره واحد، ببدا ادي العيان ده انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اعمل حاجه فازو كونستريكشن، حاجه تقلل لي البورتال بلاد بريشر. واحنا عارفين ان الاسوفجيال فاريسز جايه لازم تكون اسوشيتد ببورتال هايبرتنشن اللي هي فتحت الانستموزس اللي كان موجود وده كان ما كانش شغال، فتحته من ضمن الاماكن بتاعته بتبقى اللي هي في اللور اسوفجس، وده فيري كومن مع العيان. فنمره واحد من ضمن الحاجات اللي بنديها بدي اللي هو الفازو بريس. الفازوبريسن او ساعات بنستعمل بريبريشن تاني من الفازوبريسن اللي هو اسمه التيرليبريسن، هو بس ده فرق كاينتك حاجه بسيطه منه. يبقى لازم ادي فازوبريسن. ميزه الفازوبريسن بيعمل لي ايه بقى؟ بيعمل سبلانكينج ايه؟ فازو كونستريكشن، وده كده بيقلل البورتال بلاد فلو فهيقلل النزيف للعيان. ولكن الفازوبريسن من اسمه هو very potent vasoconstrictor، وبالتالي انا هتوقع ان هو مش بس هيعمل لي vasoconstriction بس في السبلانكينج بلاد فيسلز، لكن كمان ممكن يعملها ايه all over the body. ومن اخطر الحتت اللي ممكن نخاف عليها هو الكورونري. عشان كده بيفضل لو حد الفازوبريسن او التيرليبريسن لازم ادي معاه نايترو
جليسترين. الرسم بتاع زمان فاكرينه؟ ايه ميزه النيتروجليسرين؟ ها؟ نمره واحد هو كوروناري دايليت، فكده هيعاكس لو حصل سبازموجينيك افكت بتاع الفازوبريسن على الكوروناري بس كده. حد فاكر هو كان كاتيجورايز از ايه النيتروجليسرين؟ فينو دايليت. وايه يعني فينو دايليت؟ بيساعدني برضو كمان ان هو يقلل البورتال فينس بريشر، لكن ده بيبقى له ضرب. بس طبعا البنفيتس الاساسيه هي ان انا تو كاونتر اكت الكورونري سبازم اللي ممكن يحصل مع العيان ده. برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن نديها في الاكيوت، ممكن ادي حاجه اسمها اوكتيريوتايد. ايه الاكتيريوتايد ده؟ الاكتيريوتايد ده سوماتوستاتين انالوج. ايه هو السوماتوستاتين؟ اللي هو جروس هرمون انهبيتنج هرمون. سوما ده سيل، ستاتين ده اللي هو بيوقف، فده اسمه سوماتوستاتين. ده هيفيدني بيه، ده هنا هيبقى له دبل بنفيتس. نمره واحد هو برضو سبلانكينج فازو كونستريكتور، يعني برضو هيقلل لي البورتال فلو. ايه كمان هو السوماتوستاتين ده بيطلع في الجي اي تي؟ مش البنكرياس بيطلع سوماتوستاتين؟ وليه دور ولا لا؟ ليه دور في الجي اي تي. اكتشفنا حاجه مهمه قوي، كل المرضى اللي عندهم سيروزس بيبقى عنده ريليز اوف فازو دايلاتوري ميدييتور من الجي اي تي. ليها اسامي كتيره، مش مهم نعرف اساميها ايه، بس الحاجات دي لما بتطلع بتعمل حاجه اسمها مع المريض ده هايبر دايناميك سيركيليشن. المريض ده لو شفته هتلاقي ان في كده كاركتر، لما تيجي تدرسوها كل الكاركتر دي جايه من حاجه اسمها هايبر دايناميك سيركيليشن. ودي جايه منين؟ جايه من الميدييتورز اللي طلعت من الجي اي تي، هي اللي عاملاني اللخبطه في السيركيليشن بتاع العيان ده. عشان كده هو فازو كونستريكتور وكمان بيقلل الريليز اوف ميدييتورز اللي هي مسؤوله عن الهايبر دايناميك سيركيليشن. يبقى انا العيان ده عايز اوقف النزيف قدامي لا اما الاكتيريوتايد لا اما الفازوبريسين، ويفضل انك انت تحط معاه اللي هو النيترو جليسرين. كويس. ايه تاني ممكن اديه للعيان ده؟ ابتدى النزيف يقف، خليك فاكر او خد بالك ان هنا بيبقى فيه ايه؟ في اتش سي ال. واتفقنا قبل كده، حد فاكر مع احنا بنتكلم على الانتي سيكريتوري، قلت ان الاتش سي ال ده ممكن يبقى فيري ايريتنت للفيسلز، ممكن يعمل رابشر تاني في الفيسل. فكده منطقي حد ايه؟ طبعا المنطقي ان انا حد انتي سيكريتوري. الانتي سيكريتوري لحد وقت قريب ما كانش عندي اي في بريباريشن غير ان هم الاتش 2 بلوكرز، لكن دلوقتي عندي الانتي سيكريتوري بقت كتيره قوي. ممكن ادي بروتون بامب او ان انا ادي ال اتش 2 بلوكرز اللي مكتوب عندنا هو الريتيدين، لكن الفكره عامه ان انا بدي ايه؟ انتي سيكريتوري. كويس. لو انا نجحت ان انا وقفت البليدنج ده هعمل ايه بعد كده؟ العيان اوريدي خلاص البليدنج وقف، هبدا امشي العيان على بروفيلاكسيس بقى. يعني الادويه دي تستعمل فين؟ في اكيوت، هو العيان بينزف. هبدا اديله حاجه تعمل تحاول تقلل لي الريكرنس بتاع البليدنج ده. وستيل لحد النهارده احسن دواء، وده يمكن من الفور انديكيشن اللي معروفه
للدواء اللي اسمه بروبرانول. لو فينا درسنا البروبرانولول هنعرف انه بروبرانولول ما بقاش يستعمل الا في حالات فيري سبيسيفيك، من ضمنها حاله زي دي. فحتى ادي البروبرانولول، البروبرانولول ده بيقفل ايه؟ ده نون سبيسيفيك بيتا 1 وبيتا 2، هيقفل لي البيتا 2 وهيقفل البيتا 1. هل الاثنين مفيدين؟ اه. لما تقفل البيتا 2، حد فاكر البيتا 2 كانت بتعمل ايه؟ فازو دايلاتيشن، فانت كده بتقلل البورتال فلو. طب لما تقفل البيتا 1 ايه اللي استفدته؟ قللت الكاردياك اوتبوت، يبقى كاني خدت دبل بنفيت من البروبرانول. وده يعتبر. طب افرض على اسوأ الظروف العيان في حاجه تمنعني ان اديله بروبرانول، اعمل ايه؟ واحد تاني زي مين؟ غالبا ما عندناش. هو اكتر حاجه بتستعمل هو البروبرانول. يبقى ده لو العيان جاي بينزف هتتعامل مع النزيف الاكيوت فقدامك لفازو بريسن لاكتيريو تايب وتحط معاه الانتي سكريتوري اللي طبعا هتديهوله اي في في الحاله دي علشان تحاول تتجنب ان العيان ينزف تاني. بعد ما العيان نزيف يقف ادي بقى البروبرانول وبندي حاجات تانية طبعا. دي اول كونديشن ممكن نقابلها في الليفر. ها؟ النادولول ده نون سيلكتيف بيتا بلوكر. هو النادولول ده الى حد ما اتجرب بس مش بكفاءه البروبرانول. النادولول فيه عيب يعني ان هو فكره اللايكوفيريك ان هو مش لايكوفيريك، ولكن ساعات لما بتيجي تدي اندرال للعيان او بروبرانول انا ما بستحملوش. دي مشاكل كتيره قوي منها الدبريشن والعيان اوريدي مش ناقص يعني عنده حاجه في السي ان اس دبريشن، فساعات بيبقى ده العيان ما بيستحملوش فممكن اديله اورتيرناتيف. لكن هو الدراج اوف تشويس اللي لازم ابدا بيه هو البروفايل. يعني تيروتايد ايه؟ مش بيحصل سيستميك. ماشي سيستميك. ما هو ده سيستميك وعشان كده اديت له ايه؟ بس ده ما بيحصلش معاه الكورونري سبات. ان ده اللي لقينا انه فعلا بيحصل معاه الكورونري سبات. اوكي ممكن يكون ده بسبب ان هو السوماتوستاتين ده بيطلع مني في الجي اي تي، فيعني احتمال يكون سيلكتيف شويه على الجي اي تي. اوكي بعد كده العيان ده وهو في الحاله دي طبعا نتيجه البلد اللي نزل في الانتستين، البلد ده مليان بروتين. البروتين ده يبدا يشتغل عليه مين؟ البكتيريا فلورا او البكتيريا اللي موجوده هنا تطلع منه ايه؟ البكتيريا تشتغل على البروتين تبدا تطلع منه امونيا. طب الامونيا دي بقى تعالوا نبص كده نفتكر الامونيا هو ايه الروت اوف اليمينيشن بالنسبه للامونيا؟ حاجه من الاثنين، لا اما هيخش الليفر يطلع منها في صوره ايه؟ يوريا. ايه الفرق بين الامونيا واليوريا؟ اليوريا ده ووتر سوليد فتبقى ايزلي اكسكريتد. او الطريقه الثانيه ان هو يحصل له اليمينيشن رينالي، بس علشان يبقى اليمينيتد محتاج ايه؟ محتاج يمسك في هيدروجين اين واكون حاجه اسمها امونيوم. اهو ايه الفرق بين الامونيا والامونيوم؟ الامونيوم ده بيبقى ايه؟ ووتر سولبل ايزلي اكسكريتد، لكن الامونيا لا. تعال نبص هنا في العيان ده. العيان ده عنده الليفر تقدر تعمل الخطوه دي؟ لا.
فكده ما قداميش غير ان هو ايه اشتغل على كده. حد فينا فاكر الدايركتس؟ سرزان بيعمل ها؟ كنت بقول ان ما اقدرش ادي العيان. المريض اللي كان عنده ليفر سيروزس حد فاكر كان مين الدايوريتيك اوف تشويس؟ سبايرونولاكتون. ليه سبايرونولاكتون؟ كان سببين، ان العيان ده عنده هايبر الدوستيرونيزم، والسبب الثاني انه بيعمل ايه؟ هايبر كاليميا واسيدوزيس. مشكله السايزايد واللوب انه كانوا بيعملوا ايه؟ هايبوكاليميا والكالوزيس. ايه المشكله هنا بقى في الهايبوكاليميا والكالوزيس؟ بصوا ها هيحصل ايه في الامونيا؟ هل الامونيا هيبقى اكسكريتد؟ يبقى تملي الالكالوزيس والهايبوكاليميا. على فكره خليكم فاكرين ان البوتاسيوم والهيدروجين في نفس السكه، ده يقل ده يقل، ده يزيد ده يزيد، ليها طبعا تفسيرات كتير. عشان كده كنا بنقول ايه في المريض اللي هو عنده سيروزيس ها تبدا بمين؟ لا نيفر تبدا بفلوسيمايد، نيفر ببدا بسبايرولاكتون. حد فاكر سبايرولاكتون كنت بدي دوز قد ايه؟ ببدا بدوز عاديه، ولو العيان ما استجابش مسموح لي هنا ادي فول دوز من سبايرولاكتون. في بعض المرضى ممكن توصل اب تو 500 ملي جرام سبايرولاكتون. ما هو في دوز رينج تبدا من مثلا من 100 ممكن تفضلي تعلي لحد 500. لو العيان ما استجابش ها ولسه ايديميتاس كنا بنعمل ايه بقى؟ اد مين؟ فلوسيمايد مش سايزايد، لان السايزايد اكتر بكتير في الهايبوكاليميا والالكالوزيس من الفلوسيمايد. ده بياخدنا لحاجات يعني يفكرنا بالكلام اللي فات. انا حابب اعالج العيان ده وعايز احميه من الامونيا. مشكله الامونيا دي ان هي لو فضلت امونيا هتبدا تطلع فوق تعدي البلد برين بارير وبتبدا تعمل لي ديبليشن في حاجه اسمها اللي هو الجلوتاميك. عارفين الجلوتاميك ده كان ايه؟ ده اكسايتد امينو اسيد. فيبدا العيان يخش فيه هيباتيك كوما. اول ديس اوردر ده غالبا بنسميه هيباتيك انسيفالوباسي. عارفين الاسم جاي منين؟ زي ما بتقول كده كاردياك سيروزس. يعني ايه كاردياك سيروزس؟ هو الهارت يحصل فيه سيروزس؟ هو في سيروزس في الليفر بالظبط كده. كلمه هيباتيك انسيفالوباسي العيان ده عنده ايه؟ عنده هيباتيك ديس اوردر ودخلته في سي ان اس مانيفيستيشن، فعشان كده بنسميها هيباتيك انسيفالوباسي. وده لو عيان لو ما عالجتوش هيبدا يخش منك في هيباتيك كوما. تعالوا نعالج مريض عنده ده اللي هو الايتم الثاني اللي هو انسيفالوباسي. في الليفر. طيب هنعالج العيان ده ازاي؟ هو انت خايف من ايه؟ انت خايف من بروتين، خايف من امونيا اللي بتطلع وتخش في البرين. ايه طرق علاج العيان ده؟ وقف الفلورايد. نمره واحد، طبعا بنعالج البريسيبيتيتنج فاكتور. العيان ده ممكن يخش منك في هيباتيك انسيفالوباسي، مش شرط بس ان يحصل بليدنج يا جماعه، ممكن يكون من ايه؟ ها؟ حد يقول لي خد ايه غلط؟ خد دايوريتيك غلط، عمل له هايبو كاليميا والكالوزيس، عمل ايه تاني؟ ممكن سيفير دايريا دخلته في هايبو كاليميا، ممكن سيفير انفكشن، ممكن بليدنج، في اسباب كتيره. بلاش العيان اخذ سي ان اس ديبريسنت. العيان ده طبعا صعب جدا انك تديله سي ان اس ديبريسنت، يعني اللي عنده ليفر سيروزس بيبقى صعب قوي، لان بيبقى الافكت بتاع الدواء بيبقى عالي قوي. يبقى نمره واحد بتعالج البريسيبيتيتنج وات ايفر بقى الكوز ده ايه، عالجه زي ما يكون. نمره اثنين تبتدي تعمل ايه لو هو سببه وجود بروتين في الجي اي تي؟
تبدأ تعمل evacuation للبروتين ده. فنمرة واحد بنتعمل له حاجة اسمها repeated enema. repeated enema. ايه الانيما دي؟ بعمل ايه؟ بعمل evacuation للبروتين والبلد اللي موجود في الجي اي تي عشان اقلل شويه تكوين الامونيا. تعال نبص، انت عندك امونيا وعندك بكتيريا، تتعامل معاها ازاي؟ قدامك حاجه من الاثنين، وقف البكتيريا دي وهنوقفها بالنيومايسين. النيومايسين ده اشمعنى اخترنا النيومايسين؟ النيومايسين ده عندما تيجي تعرفه في الكيموثيرابي هتعرفه ان هو واحد من الممبر بتاعه مجموعه اسمها امينوجلايكوسايد، والامينوجلايكوسايد دي ابسولوتلي هيدروفيليك نوت ابزوربد. فالنيومايسين بيتاخد عشان يشتغل على البكتيريا اللي في الجي اي تي توقف ايه؟ توقف الريليس اوف امونيا من البروتين. فانت كده ده اول لاين. اللاين الثاني ان انا حابب ادي العيان لاكتيولوز. هقوله حاليا دلوقتي بعد شويه بالتفصيل. بصوا يا جماعه، انما لاكتيولوز نيومايسن هم دول اللي تقدر تعالج بيهم هيباتيك انسيفالوباسي او هيباتيك كوما زي ما بنسميها. هم دول تقريبا اللي افيشن وكلينيكالي بيدوا افكت. في حاجات تانية؟ في حاجات تانية كلها بتتجرب، لكن الافكت بتاعها او كلينيكالي ما كانتش افيشنت قوي ان انا اديها. من ضمنها بيدي ايه؟ يعني دول اللي هم مفيش عيان لازم تعمله. من ضمن العلاج بندي اللي هو البروبيوتيك او لاكتوباسيلس. ايه بقى فايدتها؟ بروبيوتيك ده ايه؟ عشان ايه؟ ان هو يعمل ايه؟ يبدل. مش دي البكتيريا اللي بتطلع الامونيا؟ ادي زي بكتيريا تانية عشان انكارج بكتيريا تانية ما يحصلش امونيا. ماشي شكرا، بس يعني ما كانش قوي قوي. ابتدينا ندي نوع معين من الامينو اسيد، انا مش مذكر قوي، هو اللي هو الارنيسين اسبارتيت، ده كان بيسموه برانشيت باين. برانشيت شيء، حد فاكر؟ انا فاكر بس انا مش فاكر. لا كان في تقسيمه كده للامينو اسيد، فهو الارنيثين اسبارتيت ده برضو اتجرب في عيانين كتيره. هو فكرته ايه؟ فكرته ان هو كونسيومينج الامونيا عشان يتحول الى جلوتامين. في كده في الدراج في الامينو اسيد ميتابوليزم كان ده من ضمن الحاجات اللي بتاخد الامونيا عشان يتحول لحاجه تانية، فده كده كونسيومينج الامونيا. ماشي برضو اتجرب لكن ما كانتش نتائجه عاليه قوي. العيان ده في كوما، وكانت من ضمن الكوما لقينا ان العيان اللي في هيباتيك كوما بيبقى عنده في البرين زياده في حاجه اسمها بنزوديازيبين لايك سبستنس. ايه البنزوديازيبين ده؟ عارفين الفاليوم؟ فاليوم ده ممبر من البنزوديازيبين. والبنزوديازيبين ده لقينا ان الناس اللي عندها كوما بيبقى زايد في المخ عندها سبستنس تشبه مين؟ البنزوديازيبين. البنزوديازيبين ده سي ان اس ديبريسنت. فالناس قعدت تفكر ان ممكن يكون سبب السي ان اس ديبريشن والكوما هو مين؟ البنزوديازيبين لايك سبستنس اللي في البرين. فابتدوا يفكروا ان يدوا حاجه اسمها فلومازينين. ايه الفلومازينين ده بقى؟ ها متوقع ايه علاقته بالبنزوديازيبين؟ هيبقى بنزوديازيبين ريسبتور ها انتاجونست علشان اوقف الاكشن بتاع البنزوديازيبين سبستنس. اوكي يبقى لو انا جيت بقول لك بعالج ازاي هيباتيك انسيفالوباسي او هيباتيك كوما،
من فضلكم يعني الترتيب هنا مهم. برضو بكرر ترتيب مش امتحان، عشان الحاجة اللي احنا نبقى اوير ده اللي هتشوفه فعلا في شغلك، مش هتشوف في لومازينين غالبا في معظم الوحدات الصحية، مش هتلاقي الأورجنسين مش هتلاقي، لكن هم اللي هتلاقيهم. هتعمل له انيما لو في بروتين تفضيه، هتبدأ تدي لاكتيولوز وتبدأ ميوز. هم دول اكتر ادوية بتستعمل في علاج الهيباتيك انسفالوباسي او الهيباتيك كوم. اوكي، الباقي دي كلها ترايل اتعملت لكن ما كانتش افيشنت قوي. ادي بروبايوتيك، ادي اورنيسين اسبارتيت، ادي فلومازينين، لكن مش هتلاقي النتائج اللي انت متوقعها. وبالتالي لحد النهارده هو ده تقريبا اللاين اوف تريتمنت، وما فيهوش فيه حاجه اتغيرت. هو بس اللي اتغير ساعات بدل النيومايسين يدي انتي بايوتيك تاني، لكن هي نفس الفكره بتدور حوالين اللي انا بقوله ده. اوكي، قبل ما اخش في اللاكتيولوز هقوله. طيب لو في حد عنده اي استفسار عشان امسح دي بقى. ها البروبايوتيك الاول مش ده السبب اللي فات، يعني هو الامونيا هي اللي. طب ايه السبب؟ لا امونيا ايه؟ احنا بنسهل. لا لا بصي بصي بصي، موضوع الهيباتيك كوما والانسفالوباسي سيريس كتير قوي، ما اقدرش اقول لك ان هي الامونيا. الامونيا فاكتور مهم، لكن مش هي السبب الوحيد. العيان ده عنده مشاكل كتيره قوي ممكن تدخله. فاحنا كل ما بنلاقي حاجه بنحاول نشتغل عليها مش اكتر، لكن ما اقدرش اقول ان هو السبب الوحيد. لا، حاجات كتيره قوي، ده في سيريس كتيره. لما هتعرفي الهيباتيك انسفالوباسي هتدرسي وهتعرفي ان في احتمالات كتيره. لا الفلومازينين ما قلت ما عملش قوي، بس فكره للتجربه. ها يعني في ميكروبيوتيك دي معناها ايه؟ لا بروبايوتيك دي حاجه كده يعني موضه طالعه شويه، انك انت تدي زي كده اورجانيزم معين او حاجه كده تغير بيها الفلورا بتاعه الانتستين. فهي فكره كده، ودلوقتي بقى يعني ابتدت تنتشر شويه في بعض الحالات، ويعني هي بتغير الفلورا بس مش اكتر. دي الفكره بتاعتي. ها في اي سؤال هنا؟ اخر حاجه بقى هشرحها في الجزء ده هو اللاكتيولوز. اللاكتيولوز وش معنى اللاكتيولوز ده اللي هو بيعتبر سبيسيفيك قوي في الهيباتيك انسفالوباس؟ احنا اتفقنا لو تخيلنا ادي الجي اي تي اهي، وادي الامونيا. انا لما اجي ادي اللاكتيولوز، اللاكتيولوز ده بيعتبر سينثيتيك دايساكارايد، حاجة دايساكارايد. فبيخش جوه في وجود البكتيريا الفلورا بيبدأ يتحول إلى أسيد. دي نمرة واحد في شغل. فكرة إن هو يتحول لأسيد ده عمل لي كذا حاجة. نمرة واحد، كون إن هو بقى أسيدك في الجي اي تي ده كده هيعمل لاكستيف إفكت أو كتب، يعني هيبدأ يعمل ايفاكيويشن. يبقى هو هنيجي نسمعه تاني واحنا بنتكلم في الادويه اللي بتستعمل في الكونستيبيشن، وهو فعلا من الادويه اللي بتستعمل في الكونستيبيشن. نمره اتنين، فكره وجود الهيدروجين دي ها هستفيد بيها ايه؟ ها انت فاكرين لما قلت في الكدني كان بيعمل ايه؟ اهو فيبدا يمسك في الامونيا اللي طالعه فياخدها وينزل لسبب تاني. طبعا ممكن يوقف البكتيريا اللي بتشتغل على البروتين وبتطلع الامونيا. فاللاكتيولوز هنا very specific في الهيباتيك انسفالوباس. نمره واحد، هو بيتحول لاسيد ده كده بقى اوزموتيك لاكستيف اوزموتيك، بيبدا يخرج الكونتنت.
يبدا يقلل لي شويه الترابنج بتاع الامونيا اللي كان موجود هنا، بيقلل الترابنج بتاعه ده انا عايزه، وكمان بيبدا ياثر لي على البكتيريا اللي بتكون الامونيا. اللاكتولوز بيستعمل في ايه؟ هم استعملوه ممكن اديه في الناس اللي عندها كوليسترول بيستعمل، والاستعمال الاساسي في مين؟ الهيباتيك انسيفالوباسي، هو ده المين لاكستيف اللي بنستعمله في الهيباتيك انسيفالوباسي. الادفرس افكت بتاعه سكر، ها، وبيعمل ايفاكيويشن. وهو سكر ايه؟ افتكر ايه؟ وده على فكره مين بيتاخد؟ مش بيتاخد معلقه، بيتاخد فنجان مثلا، بتتكلم في 30 مللي مثلا، 3 مللي كمية جرعة كبيرة مش جرعة صغيرة، ها، سكر وتخمر أو يتحول في الجي اي تي، دايرية ولا مش دايرية؟ دايرية، إيه تاني؟ سكر، ها، أي سكر في الدنيا بيبقى في الجي اي تي بيتخمر ممكن يعمل فلاتنس، انتفاخ، ممكن يعمل ابدومينال بيز. بما إنه سكر فتم اتهامه في مين؟ دايبيتس. لحد النهارده ما عندناش رأي قاطع. لحد النهارده. في ناس بتقول إن ممكن يأثر على الدايابيتس، في ناس بتقول لا ممكن ما يأثرش. فلحد النهارده ما احناش متأكدين قوي من اللاكتيز. دي كده الهيباتيك ديس أوردرز اللي عندنا. يبقى اتكلمنا على السمر بتاعنا. جاي لي عيان عشان تفتكروها كده كحكاية. عيان جاي بينزف اسوفاجيال فاريسس، هتبدا فازو بريس الناتوجليسرين او الاوكتيريوتايب وتدي انتي سكريتوري عشان تمنع البليد. عيان خف تخش بالبروبرانول، ادي البليد. عيان جاي بهيباتيك انسيفالوباسي، خلينا فاكرين عامل الكوز، وفي ثلاث حاجات ما تنساهمش، انما نيومايسين ولاكتيولوز بالطريقه اللي انا قلتها دي. في اذر ميجر، في اذر ميجر، ادي الكورتيسين اسبارتيت، ادي اللاكتوباسيلس، ادي الهور برو بايوتيك، ادي الفلومازيمين، ولكن دول كاهميه في العلاج بيجوا ايه؟ بيجوا نمره 2 لكن ما بيجوش نمره 1. في اي سؤال في الليفر ديس اوردر؟ يعني جربنا كده تاخد شويه اتش سي ال كده حلوين وشوف هيحصل ايه. عادي اي تغيير في البي اتش بتاعك تستنى يعني الاسئله. نعم، بس هتعمليها ازاي دي؟ هو بيعملها لنفسه يعني. طيب نيجي بعد كده الى حاجتين تانيين بنشوفهم في الجي اي تي اللي هو الموتيليتي ديس اوردرز. تعال نبدا بالدايريا. والحقيقه الدايريا من الحاجات اللي بنشوفها كتير، وغالبا لما بنيجي نعالجها ما بنعرفش نعالجها صح. هي ايه اسباب الدايريا؟ حد يقول لي ايه اشهر سبب للدايريا؟ للسمع، شرب ميه كتير، فايرال انفكشن. انا عايز الموست كومن، ها، ايه؟ ايه الموست كومن؟ دراكس. ده يا راجل حرام عليك، هو عشان فارماكولوجي تقول لي دراكس؟ لا مش هتبسط يعني، لا، ها؟ اشهر سبب للدايريا هو ايه؟ لما بتكون حضرتك معزوم على اوبن بوفيه مثلا، كل اكل فري وكل هو اللي بالفين بتاع، ها؟ حبيبي انت بتاع من الاخر، ده اللي بنسميه ايه؟ رمرم. مش انت بتاع صح، انا ما بجيبش حاجه من عندي. هو ده بالظبط اللي بيحصل. على فكره، فكره ان هو اي دايريا انفكتيف، مين اللي قال كده؟ وعلى فكره ثانيه، معظم حالات الدايريا بتبقى سيلف ليميتنج، يعني لو استنيت عليها يوم يومين بس بشويه حاجات بسيطه كده انت تفكر انها انفكتيف. ها، لو في signs and symptoms of infection فكر بقى انها infected. لكن اللي بيحصل ايه؟ دايريا، خد مش عارف ايه وخد فلاجيل. طبعا الفلاجيل ده يعني في اي حاله دايريا بيستعمل كتير قوي.
عشان كده احنا في عندنا انواع كتيره من الدرجات. في اللي هو السكرتوري، في اللي هو الناس اللي الناس اللي عندها نيوروباثي فاكرين او عارفين، الناس اللي عندهم دايابيتس، الناس اللي عندهم دايابيتس بيجي لهم دايريا. هو الطبيعي في دايابيتس يبقى ايه؟ ليه كونستيبيشن؟ ان عنده بوليوريا فالميه قليله في جسمه، فده الطبيعي. لكن مع النيوروباثي بيبدا يجي له الدايريا. ففي انواع كتيره من الدايريا ممكن تبقى سكرتوري. فاكرين الكوليرا توكسين كانت بتعمل الدايريا؟ طبعا ممكن تبقى انفكتيف. كل دي حالات ممكن تبقى موجود فيها الدايريا. لا ما هنس يعني هديك سيرتها عشان نتكلم على النيوروباثي. طب تعالوا نعالج حاله الدايريا. نمرة واحد فيري سيمبل، انك انت تدي العيان ده ايه؟ فلويد سيرب. هو انت كل خوفك ان العيان ده يخش منك في دي هايدريشن، فدي له فلويد ثيرابي. الفلويد ثيرابي دي لا اورال لا اي في، وده طبعا دي حاجه لازم تبقى في اعتبارنا. وانا بعالج عيان عنده دايريا ابدا بالاكل، ظبط الاكل شويه، ابدا شوف كده قسم الاكل، ما تديش اكلات كبيره، ابدا ادي نقي نوع الاكل، بلاش اللي يبقى حاجه فاتي يعني. فظبط الاكل. من ضمن الحاجات اللي فيري افيشنت على فكره في الدايريا الشاي التقيل. الشاي بقى تقيل، حط شاي كده حلو برضه ممكن يوقف الدايريا. انا بتكلم على الدايريا اللي مش انفكتيف. لو هي بقت انفكتيف بقى، لو انت مشخص انفكتيف دايريا، طبعا ليها سيمتومز وساين مش هخش في تفاصيل. ايه الانتي بايوتيك اللي ساعات بنديه بقى كده بلايندلي؟ طبعا لو هي احنا بنتكلم في حاجه زي ترافلر دايريا، بنتكلم في حاجه دايريا انفكتيف، اشهر دواء بيستعمل هو السيبروفلو. ده فيري افيشنت في علاج الدايريا، بس الا اذا كانت دايريا بسبب انتي بايوتيك. ده من ضمن ذا فيري كومن. وطبعا الدايريا بتاعت الانتي بايوتكس بيبقى سببها الكلوستريديم ديفيسيت، وهو ده عشان كده هنا بقى ينفع ليها مين؟ ينفع الفلاجين. خد بالك لو هي الدايريا ديزنتري، فيعني لازم تشخص قبل ما تفتي بعلاج الدايريا، لازم تعرف هي نوعها. لو مريض عنده دايابيتس كرونيك دايابيتس بقاله فتره، لازم تبقى عارف كويس قوي ان دي دايريا. غالبا دي حاجه ما لهاش علاقه باللي احنا بنقوله، دي ممكن تبقى نيوروباثي ودي ليها علاج تاني. ادويه اللي بنستعملها بقى في الدايريا، اول حاجه في حاجه اللي هي بنسميها انتي موتيليتي، ودي حاجات بتوقف الموتيليتي. في عندنا اثنين، والحقيقه هما الاثنين اوبيويد، يعني هما من انواع الاوبيويد، انواع المورفين، بس طبعا مش مورفين، ما اقدرش ادي ادويه دي كده في الدايره. فعندي دوائين، في حاجه اسمها اللوبيراميد، ده اللي هو اسمه التجاري ايموديوم، وفي عندي اللي هو الداي فينوكسيليت. الاثنين يا جماعه اوبيويد، بس اللوبيراميد اوبيويد يعني فيري فيري رير، انه لو ابسوربد هيعدي البلاد برين بارير، غالبا ما بيعديش. لكن الدايفينوكسيليت في ريسك انه يعدي البلاد برين بارير لو حصل له ابزوربشن. ايه مشكله ان انت يبقى عندك في السوق دواء دايريا واوبيويد؟ غير ادكشن، ده ممكن يبقى ايه؟ ابيوزد. هنشوف دلوقتي الناس فكرت ازاي. اولا هما بيشتغلوا ازاي؟ نمره واحد، هما الاثنين بيبدا يقلل البريستالسيز بتاعه السمول انتستين، فكده بتقلل الموتيليتي. دي نمره واحد، قلل البريستالسيز. الحاجه الثانيه بقى اللي نركز فيها شويه عشان هي دي اللي هتبقى فيها كون، انه يقلل البريستالسيز ده طبعا عن طريق ان هو بيشتغل على الريسبتور بتاعته، اوبيويد ريسبتور. الريسبتور دي بتقلل الاسيتايل كولين وبتقلل الريليز وبتقلل الموتيليتي. دي حاجه فيري ايزي، سهله قوي ان انا اقولها. تعالوا نبص للثاني.
هو ليه سبازموجينيك افكت. ايه بقى دي؟ نركز فيها شويه عشان نفهم. واحنا عندنا الموتيليتي في الجي اي تي كم نوع؟ اللي هم في الستانسز وفي اللي هي ايه؟ السيجمويد. السيجمويد دي ايه؟ دي بتعمل ايه؟ دي اللي بتعمل ابزوربشن وخصوصا للووتر. فانت لما بتعمل السيجمويد موفمنت بتعمل ابزوربشن للووتر. فهو الاوبيويد بيزود لي في السيجمويد موفمنت فيعمل ايه في امتصاص الميه؟ يزودها فيتحول الكونتنت جوه الى حاجه هارد ما تبقاش تنزل بسهوله. هو ده الميكانيزم بتاعه. تاني يبقى بيقلل كريستالسز وليه سبازموجينيك افكت انه بيزود زي ما قلت السيجمويد موفمنت. السيجمويد دي اللي مسؤوله عن امتصاص مين؟ الميه. فانت بتحول الكونتنت جوه الى حاجه هارد وده طبعا بيقلل الموتيليتي وبيقلل الايفاكيوشن. تفتكر لما انا اقول لك ان دول اوبيويد وفي ريسك ان هو ممكن يمتص، تعال نبص كده ايه عيوبهم لو حصل ابزوربشن للدايفينوكسيديت. ده اوبيويد. الاوبيويد ده ايه؟ ده مورفين يا جماعه. هيعمل ريسبيراتوري ايه؟ ديبريشن. ده المورفين لما تيجي ناخد في السي ان اس هنعرف ان هو بيموت بسبب ايه؟ بسبب ريسبيراتوري سنتر ديبريشن. ده ريسك. طب انا كده بقى حسيب الاوبرايد مشكلتي معاه مش كده، يعني صعب قوي انه يعمل ريسبيراتوري سنتر ديبريشن لانه تقريبا ما بيمتصش. لكن الدايفينوكسيليت انا اقدر اسيبه بقى كده في السوق، ها الناس تستعمله والناس تقوم واخداه طحناه ومستعملاه، ما هو ممكن يدي افكت زي الاوبيويد. فالناس فكرت حطت معاه ايه؟ ايوه انتوا مذاكرين ولا شكرا. ماشي كده مش معقول بقى ان شاء الله حتى كده مش عارفينها مفيش مش فاكره والله. هحط معاها اتروبين ليه؟ ها قولوا لي. طيب قولوا لي. ها نمره واحد امن على الابيوز. نمره اثنين بيشتغل على المسكرين. ايه يعني يشتغل على المسكرين؟ هو الاتروبين ده سموس يعني هيعمل مش هو اصلا انتي سبازموديك وهو الاوبيويد بيعمل ايه؟ سبازموجينيك. دي تاني فايده فيه ان العيان ده لما تعمل له سبازموجينيك افكت في الجي اي تي ممكن يحس بمغص. فالاتروبين مستو ايه؟ ان هو تو كاونتر اكت سبازموجينيك. دي تاني ميزه. نمره ثلاثه هو الاتروبين نفسه بيعمل ايه في الموتيليتي؟ هو بيقلل الموتيليتي فممكن يفيدني كمان في الدايركت. يبقى هنا في ثلاث مزايا في اضافه الاتروبين للدايفينوكسيليت. الاتروبين مع الدايفينوكسيليت لكن اللوبيرامين ما بحطهوش معاه لانه صعب ان هو يحصل له ابزوربشن وصعب ان حد ياخده يطحنه ويستعمله. كويس. يبقى اتفقنا ان عيوب الادويه دي ايه؟ لو حصل منها ابزوربشن في ريسك ان يبقى معاها ريسبيراتوري سنتر ديبريشن وخصوصا مع مين؟ مع الدايفينوكسيليت. هما الاثنين تقريبا زي بعض، مش ليش بالك قوي يعني. طيب نمره اثنين هما هيعملوا ايه في الموتيليتي؟ يقللوها. اكستند الافكت ده ممكن يعمل لك حاجه اسمها باراليتيك ايليس، شلل في الامعاء. لكن هنا في نقطه بقى خطيره قوي، امتى استعمل دول؟ never used in infective diarrhea. never. يعني جاي لي عيان عنده سخونيه وانا شاكك انها ممكن يكون فيها توكسنز بالسيمتومز بتاعته وشاكك ان هو ممكن يكون الاورجانيزم ده او التوكسن ممكن توصل للبلد، نيفر تدي حاجه من دول. ليه؟ ارجعوا بقى للميكانيزم. ها؟ هو بيعمل ايه؟ بيزود الابزوربشن.
هيحصل ايه؟ هيزود لك الابزوربشن بتاع التوكسين او هيخلي التوكسين ده الميه اللي جوه دي مخففه التوكسين شويه. فانت كده خليت التوكسين بقى ايه؟ بقى متركز قوي فيعمل لك حاجه اسمها توكسيك ميجا كولون. يعني من جميع الجهات اوعى تدي حاجه من دول ها فالمريض عنده انفكتد بقى اوعى. الدول برضو عشان كده الادويه دي يا جماعه يعني لعبت بينا شويه، نزلت السوق وبتتسحب وتنزل تاني وهكذا، لان احنا بنخاف. طبعا بنخاف في الاطفال الصغيرين، اللوبيراميد موجود بس بنخاف منه على الاطفال الصغيرين. فكره ان هو يخش في باراليتيك ايريس ده اللي بيخوفني قوي في العيال الصغيره. فيعني واحنا بنستعملهم خد بالك اوعى تديهم فعيان عنده انفكتيف فايروس. اوكي يبقى دول انتي موتيليتي. يبقى هقولهم بسرعه تاني، لوبيراميد دايفينوكسيليت. قلنا اللوبيراميد ايه؟ صعب قوي انه يعدي البلاد برين بارير، فيري يعني السيفتي بتاعته عاليه قوي، لكن الدايفينوكسيليت في ريسك. عشان كده حطينا معاه الاتروبين. ميزه الاتروبين ثلاث حاجات، واحد زي ما انتم بتقولوا هيمنع الدراج ابيوز، لو عيان طحن هياخد الاتروبين فيحمره ويزرقه ويعمل له كل مشاكل الاتروبين. نمره اثنين هو بيساعد كانتي موتيليتي. نمره ثلاثه هو ليه انتي سبازموجينيك افكت، اللي هو مين بيعملها؟ اللي هو الاوبيويد بيعملها. خد بالك ان هو ممكن يعمل لك باراليتيك ايلياس، خد بالك مش مفضل في اطفال صغيرين، خد بالك مش مفضل او مش مفضل ممنوع تديه في حاله انفكتيف دايري. بس انا عايزها، بس العيال ما ممكن افرضي لو زادت عن حدها ده سباز، سباز ده ممكن عندك يحس بيه ولا لا؟ هيعادلها هو انت سبازمودك، هشتغل بطريقه ثانيه، مش هشتغل نفس على نفس الحته. انا فاهم قصدك، مش هشتغل نفس الحته، بس هو بيقلل شويه السبازم اللي ممكن يحصل، وده مطلوب. يعني مش لازم تديله حاجه تقلمه، فهو دي الميزه بتاعه اضافه الاتروبين. طيب ايه تاني بقى ممكن نستعمله في علاج ده كده؟ دي انتي موتيليتي. ساعات بنستعمل بقى حاجه اللي هي بتقلل الفريكوينسي. تعرفين لما ايه واحد عنده دايارية ووتر دايارية ورايح جاي على الحمام، فابدأ بديله ايه؟ ببدأ اديله حاجة اللي هي اسمها كوالين او بيكتين او مسايل سيلوز، بالعربي كده بدي زي الياف. ايه ميزة الالياف دي بقى؟ انها تحاول تمتص المية، ولما تمتص المية كده كده بتقلل السرعة بتاعت الاستول ايفاكيويشن، فبيقلل الفريكوانسي للعيان. دي من الحاجات المشهوره عن حاجه، بس ده موجود في السوق بقى، صوره اللي هو الكابكت والكلام ده والسميكتا، دي حاجات بتقلل الفريكوانسي بتاعي، فممكن استفيد بيها. برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن بنستعملها حاجه اسمها بيزماس سبساليسيليت. وهنا بقى البيزماس سبساليسيليت في حاجتين، البيزماس هو ده بيقلل البكتيريا وبرضو بيساعد ان هو يحصل ادزوربشن للتوكسينز والكلام ده، والحاجه الثانيه السبساليسيليت بيقلل البروستاجلاندين. ده سبساليسيليت بيقلل البروستاجلاندين. هو البروستاجلاندين ايه دوره في ال هو سكريتور، ده من ضمن الحاجات اللي هي بتعمل بتزود السكريشن في الجي اي تي. يبقى انا هعالج الدائريه لا اما انتي موتيليتي، ده يعني اللي شرحته بالتفصيل، هتدي حاجه ادزوربنت، قلنا زي ادزوربنت دي بتقلل الفريكوانسي، وزي الكوالين والبكتين، وطبعا ادزوربنت برضو ادزورب التوكسين، يعني هي نفس الافكت بتاعها. او ممكن تدي اللي هو البيزماس سبساليسيليت اللي ده كمان بيقلل البروستاجلاندين في ميزه ثانيه، وده بيقلل السكريتوري دايري. مرض الدايريا والدايريس بتاع الجهه ايه؟ ليه بقى كده؟ ايوه مكتوبه كده، ما انا عارف انا قلت لك ده مش مكتوبه ليه كده؟ يعني عشان الميكانيزم بتاعته بيشتغل في السنتر والبروفايل. انت هتشرح لي الكلمتين كده؟ طيب ها؟ ليه الكلمتين بينفع في الدايابيتك نيوروباثي؟ دايريا انديو دايابيتك نيوروباثي. هو ايه تاني؟ ايوه انا عارف ان انا برضه ليه؟
هو طب حد فيكم فاكر الكوليرا كانت بتعمل دايريه ازاي؟ اشتغل على ايه؟ فاكرين الادمايل سايكليز انها بتفتحوا على طول صح؟ يعني السايكليك ايه اللي فيه ده سكريتوري ولا سكريتوري؟ وهو الكوليدين من ضمن الميكانيزم بتاعته ان هو كمان بيقلل السايكليك ايه اللي فيه. يعني في كذا حاجه زي ما انتم بتقولوا في كذا ميكانيزم. ارزل دايريه تعالجها بتاعت الدايبت دي بقى يعني عشان تعالجها يعني عمليه صعبه جدا وممكن تبقى مش سهله خالص يعني. في اي سؤال؟ طيب ناخد بريك نشرح الكلام.